كيف تحول رجل من مطهرات مسؤول عن ترتيب المرافق الصحية إلى متحكم بأمور الدولة؟ فأخذ يقيل الوزراء ويسبن الأمراء ويهين النبلاء. هذا ما حدث في العصر القديم وتناقلته الأجيال في حكاياتها. في زمن مضى وانقضى، قبل رجل مسكين أرجل حراس القصر الملكي من أجل السماح له بمقابلة الملك. ادعى أنه فقير الحال وله 5 بنات ولا يجد قوت يومه، وأنه بحث عن أي فرصة عمل فلم يوفق. وأكد الرجل للحراس أنه يطمع في أن يهبه الملك حفنة من نقود تقيه غائلة الجوع وتستر على بناته اليافعات، فوافق الحراس على دخوله بعد إذن الملك. أسقط الرجل دموعه في حضرة الملك ورجاه أن يجد له أي عمل في القصر، مهما كان ذلك العمل وضيعا وحقيرا. فقال الملك إن في قصره الكثير من العمال الذين لا عمل لهم، وأنه ليس بحاجة لفضاء جديد يستهلك ميزانية الدولة بلا سبب وجيه. طلب الرجل تعيينه مطهرات ومشرفا على المرافق الصحية الخاصة بالملك والقريبة من مجلسه الذي يعقد فيه اجتماعاته الرسمية من الصباح وحتى الظهيرة، وتعهد بنظافتها وتعطيرها بما يليق بملك، فوافق الملك على ذلك. في اليوم التالي، وأثناء اجتماع الملك بأعوانه من وزراء وأمراء ونبلاء وقادة جيش، اخترق المطهرات الصفوف واقترب من الملك ليهمس بأذنه: سيدي الملك، المرافق جاهزة للاستعمال. فهز الملك رأسه دليلا على الموافقة، وابتسامة خفيفة تلوح على محياه. تساءل الحاضرون مع أنفسهم: ما الذي قاله المطهرات للملك؟ لم يستطيعوا العثور على جواب، لكنهم أدركوا أن للمطهرات منزلة كبيرة في قلب الملك. ولا ريب أنه همس بأذنه بأمر خطير وعاجل، وأن كلمته لها قيمتها وقدرها لدى الملك. واصل المطهرات اللعبة، فكان يهمس في أذن الملك عدة مرات في اليوم بحجج مختلفة. فتارة يقول له إنه حصل على عطر جديد ينعش الروح، وتارة أخرى يقول له إن المرافق بحاجة إلى ستائر جديدة. أدرك الجميع نتيجة عدم علمهم بما يقوله المطهرات هامسا إن له منزلة كبيرة في قلب الملك، فصاروا يقصدون منزله بعد الظهيرة ليقدموا له الهدايا وليفصحوا عن رغباتهم. عسى أن يهمس المطهرات بها بأذن الملك فيستجيب لها. وبذلك تجمعت لدى المطهرات الكثير من المعلومات التي سخرها لخدمة مصالحه الشخصية، فصار متحكما بأمور الدولة، وأخذ يقيل الوزراء ويسبن الأمراء ويهين النبلاء.